واشتركنا كلنا وكمان مجهودنا وسعادتنا المؤسسه قدامنا شغل كتير واداء متعارف عليها، وعلشان كده يا ريت كلنا نساعد ونبقى نفيد بعض. المؤسسه هتنجح لينا كلنا، وعلشان نحقق هذا النجاح لازم كمان نعرف ازاي نواجه التحديات والصعوبات اللي هتقابلنا وما نديش فرصه نقول لاعداء الخير واعداء النجاح كمان اهل الشر اللي يعطلوا عمل المؤسسه. احنا كلنا عارفين النجاح محتاج جهد وتعب وكمان صبر والتعاون مع بعض وكمان الانضباط. احب ندي الفرصه دي واطلب من الجميع ان احنا نساعد ونساهم في نجاح هذه المؤسسه. احنا اللي عايشين من بره، وانا واثق من كده كلنا بنحب مصر وترابها وكمان بنشتاق ليها دايما وعايزين نخدمها، لان مصر مننا كلنا وهي دايما كويس دايما بيقول قويه يا ابناء. علشان كده يا ريت كلنا نساعد في مرحله البناء اللي بلدنا ماشيه فيها بسرعه وتقدم هايل، ونشوف ازاي نشارك ونشتغل في المواضيع المطروحه قدامنا، وكمان نفكر ازاي نفيد بلدنا بخبراتنا وتجاربنا وامكانياتنا او ابحاثنا، وازاي نعمل حاجه نخدم بيها بلدنا ونرد جزء من الجميل بيها. مش معقول مثلا كما سمعت ان يكون في مصر 35,000 عام خبير او باحث، معرفش عدد الاطفال بس انا سمعته 35,000، ونحتاج خبراء اجانب في مجالات تخصصنا. ليه ما نجيبش بدلهم خبراء مصريين بيحسوا ببلدهم ومشاكلها ومش هياخدوا فلوسها زي ويمشي زي الاجانب ما بيعملوا؟ يعني في حاجات كتيره بسيطه تنفع بلدنا وشبابنا. نيجي ونقول لكل الناس ان كل مشكله ليها حل. يعني عندنا اكيد خبراء في تحليل الميه عمليا بطريقه اقتصاديه، او كمان نتكلم في ونشرح موضوع الذكاء الاصطناعي، او كمان 3D برينتر واستخدامها، معرفش تفتكروا عصر شغال فيها ولا لا، وفوائدها. يعني انا مش عايز اطول عليكم، انا عايز اقول المهم مش بس في بدايه العمل الصح المفيد، لكن المهم الاستمرار فيه. اشكركم مره اخرى واتمنى ان اكون حسن ظنكم. كل مره الطريق لمسافات بعيده، ولو قصرتها هتلاقي بيتها مفتوح لك وتجنبك وقت الجدعان. عشان كده كلمه هو النبيل المراهي في تصميم جهاز لتحليه المياه المالحه بالتعاون مع الانتاج المنشي وشهد برنامج للصناعه الجديده لتصميم حدث التعليم المستخدم في تدريس الكهرباء.